انا واحد من اشبال النادي الاهلي، لكن ما استمرتش كويس كده، انا ما استمرتش. كان ايامها على ايامنا يعني كان دوري المدارس والثانوي والابتدائي، وكان في دوري في كل المناطق الجمهوريه يعني. فانا ما استمرتش في النادي اكتر من حوالي فتره كده في الايام الدكتور ممتاز الله يرحمه، ولكن استمرت بعد كده بقى النادي الاهلي، من النادي الاهلي منذ ان بدات اعمل كصحفي يعني وكان الكلام ده سنه 63، وكان اخر ايام الماستير وربنا يرحمه في اخر ايامه. في الفتره دي كان النادي الاهلي ظروفه ما هياش كده قوي، لكن يعني بدات اخطو خطواتي الاولانيه من خلاله. والحقيقه كان هو احد الناس اللي مديلي ايده كويس قوي، فكانت في بدايه حياتي الصحفيه لما عرف ان انا ابن النادي الاهلي، كنت او من الجيل اللي كان موجود في النادي الاهلي ده زمان. وامكن كان صالح الله يرحمه ما كانش من الناس اللي بيحبوا يتكلموا صحافه، وكان ده معروف في الوسط الصحفي كله يعني. كنت في الفترة ديت بدأ حياتي في مجلة صباح الخير، فأقنعته. فالمهم الراجل خلاني عملت معه حديث، عملت حديث، فده كان بداية بالنسبة لي كبيرة. وفي نفس الوقت كانت حديث الناس إن يعني مين حسن اللي عمل حديث مع صالح ده وبتاع. واستمرت بقى بعد كده. هو طبعا أنا ارتباطي بالنادي الأهلي ده ما يمنعش طبعا إن أنا كناقد رياضي لي موقفي يعني الحيادي في شغلي يعني، لكن في النهاية أنا ابن النادي الأهلي أو المحب الحقيقي للنادي الأهلي. شوف النادي الأهلي، عشان نتكلم بقى عن النادي الأهلي، نتكلم عن النادي الأهلي نادي التاريخ الوطني في مصر. يعني أنا ليا برضو دور في السياسي بس كده، وده يمكن أحد الحاجات اللي أخرت إن أنا أبدأ عملي الصحفي يعني. ده النادي الأهلي شعبيته الأساسية ليست كرة قدم، لكن هي شعبيته الأساسية أساسا من التاريخ النضالي ضد الاحتلال. ويمكن عمر بن لطفي لما فكر ده فكر في انه يشوف مكان عشان خاطر الشبان الثوريين او الرافضين للاحتكال اللي موجود في مصر، انهم يبقى لهم مكان يعني. والنادي الاهلي ليس مكان، ولكنه هو رمز يعني. في النهايه هو رمز للوطنيه اساسا. ومن هنا كلام حوالين النادي الاهلي بمبادئه وتاريخه وتقاليده، هو فعلا شيء مميز جدا بيميزه عن اي نادي ثاني في مصر او في العالم العربي بشكل عام يعني. يا كأس افريقيا مع ابطال مصر. النادي الاهلي تاريخه وتاريخ نشأته، تاريخ النادي الاهلي هو التاريخ الوطني للنادي، ايضا قدرات النادي الاهلي في تحقيق بطولاته، انفراده بتحقيق بطولاته على النطاق المصري بشكل محلي وعلى النطاق العربي وافريقي. بس ومن هنا انا بفتكر المقوله اللي لا يمكن حد هينساها للماستر الله يرحمه، يوم في الحفل اللي كان في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا وهو بيستلم جائزه نادي القرن. قال انا بتمنى انه القرن اللي جاي ان شاء الله انه يقف مكاني هنا هو في نفس المكان ده، او في احتفال هذا اللي هو المفروض احتفال لا يمكن بيحصل الا كل 100 سنه، انه في 100 سنه اللي جايين ان شاء الله يبقى الواقف هنا بيستلم هذه الجائزه رئيس النادي الاهلي او من يمثل النادي الاهلي. Ladies and gentlemen, I am happy to receive this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الانجاز و to meet again in the presentation of the same honor. Thank you. يعني اعتقد انه احنا لما بنتكلم عن النادي الاهلي احنا بنتكلم عن النادي الاهلي على سلوكيات الناس في النادي الاهلي. وبعدين النادي الاهلي صاحب تقاليد يعني. النادي الاهلي يمكن بيضرب بيه المثل في انه افضل اداره موجوده
على نطاق الأندية كلها، لأنه في أساس، والأساس ده الحقيقة متوارث، يعني ده أساس متوارث حطه الرواد وحطه أساسه، وكل الأجيال اللي لحقت بعد كده مشيت عليها. فالنادي الأهلي له تقاليده وله مسنه وله أخلاقياته، وأعتقد أنه مش محتاج أن حد يتكلم عليها يعني، إلا إذا كان في ناس ما بتحبش النادي الأهلي. لكن النادي الأهلي بوجوده كده، حتى جماهير النادي الأهلي بيضرب بيها المثل، يعني حتى جماهير النادي الأهلي بيضرب بيها المثل في الانتماء. ويمكن احنا لسه قريبة وشفنا جماهير النادي الأهلي كانت عاملة ايه في الماتش الأخراني بتاع النادي الأهلي. أعتقد ده نموذج حقيقي، لأن النادي الأهلي ارتباطات الناس بيه ارتباط حقيقي من جواهم من قلبهم يعني. مستيرو برضو أنا أحب زي ما نتكلم عن مستيرو. مستيرو كان له مقولة شهيرة جدا، بيقول لك ما فيش حاجة تفرض على واحد أنه يكذب، وما فيش حاجة تفرض على واحد أنه يعمل شيء هو مش راضي عنه. إذن الإنسان اللي بيكذب ده ممكن يعمل أي حاجة، الإنسان اللي بيعمل حاجة مش راضي عنها يبقى لا يجب أن يحترم يعني. ومن هنا لابد أن احنا نتكلم بقى على هذه المسل، ما هيش وليدة النهاردة، دي من زمان جدا. وكلمة النادي الأهلي فوق الجميع دي ما هيش برضو وليدة النهاردة، ده تاريخ. يعني أنا افتكر من خلال تاريخ النادي الأهلي في انتخابات مجلس إدارة من بعد التأسيس في السنوات الأولى، كان في انتخابات لرئاسة النادي يعني، فكان فؤاد باشا سراج الدين كان مرشح نفسه، وكان عبود باشا مرشح نفسه. فؤاد سراج الدين انسحب من الترشيح عشان خاطر لقى فؤاد باشا هيعمل للنادي الأهلي الحمام السباحة الموجود. إذن مصلحة النادي الأهلي دايما هي اللي بتفرض كل شيء جوه النادي الأهلي. في سنوات بعيدة يعني برضو من حوالي 20 سنة 25 سنة، كان في أسر جوه النادي الأهلي كلنا تقريبا كنا نعرف بعض يعني، تقريبا يعني كنا. طبعا العدد الكبير بقى كبير جدا، لكن ما حدش يخرج عن تقاليد النادي الأهلي. أي حد يخرج عن تقاليد النادي الأهلي ما لهوش مكان في النادي الأهلي. أقول الأهلي سيظل رمز للوطنية ورمز للبطولات ورمز لرفع راية مصر في كل المجالات، محليا وأفريقيا ودوليا. وأعتقد سنة 2013 أعتقد كان على رأس أندية العالم، وده شيء مشرف جدا بالنسبة لنا. والنادي الأهلي هو برضه النادي الوحيد اللي عنده الرقم القياسي في بطولات أفريقيا، والرقم النادي الوحيد اللي وصل للنهايات كأس العالم لأبطال القارات برقم قياسي. وأعتقد برضه إن كان تكريمه لما حصل على الميدالية البرونزية ده كان شرف لكل أهلاوي واحد بيحب النادي الأهلي. بعد مرور 112 سنة بحب أقول لجمهور النادي الأهلي إن النادي الأهلي سيظل هو رمز الوطنية، وسيظل هو أبو البطولات، وسيظل رفع راية مصر في المحافل الأفريقية والعربية. وأعتقد إنه تكريمه لما حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للقارات ده تكريم حقيقي لكل أهلاوي ولكل الجماهير المخلصة اللي دايما واقفة جنب النادي الأهلي واللي بتتغنى باسم النادي الأهلي في كل وقت.